خلال لقاء نورسات مع أصحاب السيادة رؤساء وممثلي الكنائس المسيحية في الأردن حول التعديلات الجذرية لمسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أكدوا في مقابلاتهم أن القانون وبعد إقراره من شأنه أن يعالج الثغرات التي تتعارض مع مصلحة الأسرة بما يكفل لها حياة كريمة في المجتمع، خاصة ما يتعلق منها بقضايا الإرث والحضانة وسن الزواج وغيرها. رح يكون عندنا قانون عصري حضاري اللي يلبي كل احتياجات أبناء الرعية اللي أنا 30 سنة بسمعها وأنا عايش فيها معهم وبفترة خدمتي برضو في المحكمة، فبالتالي إنه نقدر هذا الفريق من المحاميين وفريق من الإكليريكيين وفريق من أساتذة اللاهوت والقانون الكنسي اللي راح ينضموا إلنا في العمل، حتى نقدر إنه نخرج ما يمكن إخراجه من قانون أفضل يلبي كل احتياجات، إما كانت حقوق المرأة، حقوق الزوج والزوجة، حقوق الأولاد الأطفال، حقوق كل فرد من أفراد المسيحيين. وهي رسالة، هي رسالة من جهة بتبين دور دولتنا الأردنية قديش مهتمة إنها في قضايا أبناء شعبنا، ومن جهة تانية اهتمام الكنيسة في الأبناء حتى يبقوا في أرضهم. يعني هاي رسالة ثبات للوجود المسيحي من خلال القانون. فالقانون هذا شطره الأول اللي راح يتعلق بالأحوال الشخصية، الشطر الثاني للقانون اللي بيخص موضوع الإرث والميراث، موضوع التبني، موضوع الوصاية والوصية. هاي كلها القضايا نحن عمالنا رح ندرس، رح نوصل. أكيد نحن موجودة عندنا في القانون الكنسي، يعني هي موجودة منتهية لأنها موجودة، هاي كلها الأمور محلولة في القانون الكنسي، ولكن رح نحاول إنه يكون في عندنا اتفاق ما بين كل الكنائس في الأردن من خلال مجلس رؤساء الكنائس حتى نطلع في قانون موحد اللي نقدر نقدمه للدولة وتقدر الدولة إنها تعتمده تقره حتى يطبق عنا في محاكمنا الكنسية في الأردن. بالطبع القانون السالف بشطره الأول اللي ذكرت عنه رح يكون في كل مناطق البطريركية، هي في المدينة المقدسة القدس، في داخل أراضينا في الأردن، في داخل أراضي السلطة الفلسطينية، وبداخل أراضي 48. فبالتالي رح يكون لكل الكرسي البطريركي المقدسي. ربنا يساعدنا إنه يقدر يكون قانون يلبي احتياجات أبنائنا ويساهم في تثبيت الوجود المسيحي في البلد، لأنه كل ما شعر الإنسان إنه في قانون وفي قضاء نزيه وقانون بيحمي القاضي والمواطن، هذا بنجح عملية الإنسان إنه يشعر براحة أكثر، وبالتالي بيساهم في بقاء في الوطن. يحق للكنائس المسيحية في الأردن أن يكون لها أحوال شخصية تطبق على أبناء الرعية من خلال المحكمة الكنسية. هذا القانون، قانون الأحوال الشخصية، يتضمن قانون الإرث وأيضا الحضانة والمشاهدة والانفصال المؤقت والانفصال الدائم، بطلان الزواج، أو بالنسبة لبعض الكنائس الطلاق. من وقت لوقت يعني يجب إعادة النظر في هذه القوانين لكي تواكب وتوائم الزمان الذي نعيش فيه. يوجد الآن محاولة لدى الكنائس المختلفة، وأذكر على سبيل التحديد الكنيسة الأرثوذكسية وأيضا الكنيسة اللاتينية، لتحديث القوانين الخاصة بالحضانة والمشاهدة والنفقة والأمور الشخصية الأخرى. وبعض الكنائس تفكر أيضا بإعادة النظر في قانون الإرث، خصوصا في الأماكن التي نشعر بأن المرأة غير منصفة. أتمنى لرجال القانون الذين يعملون في الكنيسة أن يدرسوا هذه المواضيع بجدية ويعطونا القوانين المناسبة التي تبغي العدالة والإنصاف والمساواة قدر الإمكان. لابد أن نذكر في البداية أن هناك تعاون بين الحكومة الأردنية والكنيسة فيما يخص قانون الأحوال الشخصية الأردني، ونذكر أنه في سنة 2014 تم تحديث قانون الأحوال الشخصية الذي كان قد صدر سنة 1938. وفي هذا التحديث كان هناك تطور كبير، كان اسم القانون قانون مجالس الطوائف المسيح الغير المسلمة،
اسم القانون تحول قانون مجالس الطوائف المسيحية، وأيضا وضع هذا القانون شروط القاضي الكنسي، وهذا مهم جدا. لكي يكون هناك قضاء عادل لابد أن يكون هناك قاضي متعلم وقاضي يعرف بالقوانين الكنسية. أعتقد أن تحديد سن 18 سنة يكون مناسب، ولكن يجب أن ننظر أيضا للحالات الخاصة التي يكون فيها مشكلة معينة، ولكن حتى هذه الحالات الخاصة نجد أن عندنا في المحكمة الذين تزوجوا في هذا السن يحدث مشاكل، لا تزال هذه الفتاة طفلة. والموضوع الثاني الذي تم إثارته هو موضوع الميراث. في الميراث هناك أيضا يجب تغيير العقلية، هناك يتم حرمان الفتاة، وكثير من الأمهات أو الزوجات أو الأخوات تم إجبارهن على توقيع تنازل عن كل حصتهم، وهناك حالات يكون وضع الأم وعندها بنات يكون وضعهم المادي سيء جدا. فالمبدأ الأساسي في المسيحية التساوي بين الذكر والأنثى من الناحية القيمة والكرامة، وهناك اختلاف في الوظيفة والعمل. فمن هذا المنطلق كان هناك لجنة لكي تدرس هذا الموضوع من جميع الطوائف، وهذه اللجنة وضعت مسودة قانون، وهو قيد الدراسة يجب أن يكون هناك المختصين من الناحية اللاهوتية ومن الناحية القانونية والدينية، ويدرس بشكل بتأني ويتم التداول به بين جميع الكنائس وأيضا مع الدولة ومع ديوان التشريع في رئاسة الوزراء، ومن ثم نرى ما هو الأفضل الذي يجب أن نقوم به.